اوه روح حمرته. الله هوبا اش بوم ولا يا راجل. هلو رزيعة في الحلقة الأخيرة من رزع فيفا في موسم 2021 الموسم الثاني مع أرسنال، الموسم الثالث ليا في اللعبة بعد موسم هايل معفولها متوجت بيه بالشامبيونشيب بعد ما طلعت وتأهلت، ثم أرسنال لجأولي في الدوري أول موسم ما عملتش حاجة، طلعت فاضي البطولات من غير حتى تأهل للشامبيونز ليج. السنة دي البطولات جت، كاراباو كاب كسبته داخل لاعب الفاينل في الاف اي كاب قدام وولفز باذن الله تكون تاني بطوله، ثم حسم الشامبيونز ليج وده حصل. حلقه انا بتاسف لكم مبدئيا على التاخير انها ما نزلتش الاسبوع اللي فات، والله كان في مشاكل، كان في مشاكل والحلقه اتعادت واليوتيوب حتى لما نزلناها عمل لي عليها مش عارف ايه، ما فاهم مش فاهم يعني كانت معقده ليه. طبعا انا كنت في دهب وانتم عارفين، لكن حلقات فيفا دي مهمه، حلقات فيفا دي على قد ما هي يعني فيفا لكن انا ما اقدرش افوتها، يعني كنت مصور حلقاتي قبل ما اروح دهب وراجع من دهب خصوصا عشان اصور لكم الحلقه الاخيره، فحمسوني حمسوني ان شاء الله تكون حلقه جامده، حلقه يا جماعه فيها ماتش وولفز الفاينل، حلقه فيها تشيلسي، حلقه فيها استون فيلا، فيها سيميليشن لماتشات الدوري، هنلعب اخر ماتش لينا في الاميريتس، حلقه فيها كل الحلويات اللي انت عايزها. اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات وتابع احمد كمال على الكارير مود بتاعه، عايزين نشجعه، الراجل داخل كمان فاينل يوروبا ليج اهو والدنيا لعبه معاه، واديها فيفا تديك تراه. خلونا نبتدي الحلقة يا لعيبة في ماتش نورويتش. تعالوا اوريكم الجدول كده، نخش على الكالندر اوريكم موسم الفينال شهر 5 شهر عيد ميلادي، انا عيد ميلادي يوم 21 اهو، بصوا 22 فاينل، يعني مفروض احتفل بعيد ميلادي يوم الاف اي كاب فاينل ده، مفروض ابقى قاعد بقى كده بنشكح والجمهور كله يغني لي هابي بيرثدي موريسيو وبتاع وتبقى حفله جميل. لكن هنعمل سيميليشن للماتشات العرر دي، خصوصا ان احنا ضمننا توب فور يونايتد في المركز الخامس بعيد قوي عننا، معهمش السير احمد كمال، لو معاهم السير ما كانوش ده حلو. نورويتش وبرنلي، هنلعب استون فيلا نودع الدوري، وثم نلعب تشيلسي نختم بيه بقى لقاءات الدوري، ونخش على وولفز سخنانين سخنانين جدا سخنانين خالص. وماتش استون فيلا ده هلعبه عشان العب فيه الشباب وندي فرصه لجميع شبابنا بقى، حاجه بقى خلص بقى في اخر الموسم. طيب دي تشكيلتي اللي هنزل بيها ضد نورويتش. لاكازيت كقائد الفريق بعد ما عملت استخاره وقلت مين كابتن، لينو ولا لاكازيت، لينو ولا لاكازيت، يعني في الاخر هم ثلاثي ثلاثي كده عقلاني جدا، في بدايتهم اوباميانج هو القائد، ثم ياتي لاكازيت، ثم ياتي لينو، ومعاهم ايريكسون برضو، لو لا ايريكسون لا مش كابتن، ما اقدرش اخلي حد من توتنهام كابتن يعني اعذرني ولسه جاي وبتاع، دول اقدم، فدول الثلاثي فده هيبقى كابتن معانا. تريزيجيه النهارده بيشارك، بيبي بيشارك، ايريكسون، سافيتش وتوريرا، تشيلول وامتيتي وهولدنج وبليرين ولينو. طيب خلينا نبص بص على الايميلات قبل ما نخش المؤتمر الصحفي واخبار جيده. اوباميكانو عاد، اوباميكانو يعود ليلحق اخر ماتشات الدوري، نحاول نشاركه كده في الماتشات اللي جايه. وعندنا كمان النانو يعود الى الفيرست تيم سكواد، دي حاجه جميله جدا، نن جميل جميله نني تقعد معانا والله العظيم منورنا هنا. ماشي طيب خلينا نخش على المؤتمر الصحفي لماتش نورويتش. مش عارف ليه دخلت المؤتمر الصحفي، ماتش ملوش اي لازمه بصراحه، بس يعني اوكي ماتش في ارضي فاوكي. يلا بينا. Your team is excellent position. الحمد لله. One point enough to see you. خلاص فاضل نقطة عشان كده وعاملين لي مؤتمر. نقطة واحدة إلى التأهل. لا أنا متأهل. يعني أنا آسف. يعني إحنا كده كده هنكسب وكده كده متأهلين. مش هنقعد أربع ماتشات مش عارفين نجيب نقطة. عيب. عيب أنتوا بتكلموا موريسيو. نورويتش عندها فرصة يعني يعني هنلعب الكرة بتاعتنا العادية. الكرة بتاعتنا العادية اللي صعبة قوي على الكناري كناري ويوسف عثمان انهم يهزمونا النهارده. يوسف لسه خبرته قد كده في الدوري. You won your president Norwich gave a quite margin. What do you expect will happen today? لا يعني يوسف كسبت الماتش فات باين 4 ولا 5 حد يفكرني. الماتش ده جاي لي ارضي، فاهلا يوسف عثمان، امبارح كان عندي في البيت وعملنا له حمام وبتاع وقصه، لكن ناتي للماتش الموضوع حاجه ثانيه، يعني انسى خالص ان هو صديقي، هفرمه كده وبالسيميليشن حتى مش هنزل لك يوسف عثمان. شكرا لكم جدا.
ارسنال نورويتش سيميليشن، نخش على السيميليشن. يلا يا جماعه يلا، تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج تشامبيونز ليج. اوه رسميا موريتسيو في الشامبيونز ليج. بوكي جاب جول مش مشكله. هو ده كلوسه مثلا؟ ايه كلوسه للكلوسه؟ اكيد لا، يعني اكيد ده واحد شامو بس. تمام، لاكازيت جاب جول وسافيتش جاب جول، حاجه جميله حاجه جميله. اي وانت بايرن دفعت 27 مليون ريليس كلوس فور جواندوزي. جواندوزي ابني ده، ابني يا نهار اسود ومهبب جواندوزي. نو مستحيل، ده انا اقفل الكارير اقفل. يعني خد اوباميانج، خد لك خد لينو، لكن ما تاخدش جواندوزي، اعظم لاعب في الدوري الانجليزي كله. تاخد جواندوزي؟ لا انا لازم الحق جواندوزي، علي له عقده. شفت بقى، شفت الواد ما اهتمناش بيه، بايرن ميونخ عايزه تخلص فيه. يا نهار اسود يا نهار اسود، الحقني يا جواندو. لا 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 لا، انا هتكلم معاه دلوقتي، هتكلم معاه. هو فين؟ هو فين؟ هات لي يا ابني جواندوزي دلوقتي على مكتبي فورا، يجي لي يسيب التمرين ويجي لي. خلونا نحتسي بعض الرمان. تعال يا جواندو، تعال 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 تعال. في ايه يا ابني؟ في ايه؟ انا اسمع من بره جواندوزي ان البايرن بيتكلموا معاك، وجايب لي معاك كابتن صلاح مصطفى. مين ده؟ ايه يا جواندو؟ لا لا يا راجل، في ايه بس؟ في ايه؟ ما انت بتلعب معايا ومبسوط روتيشن، هلاعبك اكتر، هلاعبك يا جواندو. ده انت المستقبل، انت في وسط في سنه تطورك عامل ازاي؟ عايز تروح لبايرن تتدفن هناك عبيط يهبل؟ ايه يا جواندو؟ بص بيبتسم ازاي، بص اقنعته. خمس سنين، تمام انا امضي معاك خمس سنين واعرف ابيعك صح جواندو بقى. وبعدين انت عايز تروح حته، اوديك بقى ايه ريال مدريد بتاع. سيبك من بايرن بس عشان شكل دورتموند هتقلب عليهم الدوري، اسمع مني. ونلغي بقى فكره الشرط الجزائي ده عشان عم امري كان مسوحنا. بص انت الشرط الجزائي ده اللي كانوا هيخطفوك ب 23 مليون مش قيمتك حتى، خلاص. فنلغي بقى ايه الموضوع ده، خلاص. انت بتاخد كام عم جواندوزي؟ 74. بايرن هتديك كام؟ قول هيدوك كام في البايرن يعني، واحنا فرقه قليله، احنا داخلين شامبيونز. يلا اقول لك على حاجه، لو بيدوك هيدوك هديك 60 يا جواد. اعلى عم علي نعليه والله، 5 10 من عند عم علي كمان. شوف بقى شوف بقى شوف، انا بحبك قد ايه. يلا واقول لك على حاجه، عشان رفضك للبايرن ده هتاخد حاجه في جيبك كده على جنب يا جواندو، هديك نص مليون جنيه، خلاص. نص مليون هيرفض؟ لا ما تقولش، لا ما تقولش، لا مش هذا شكله ممرود دلوقتي. لا 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 هو كويس. يلا عم، نص مليون تجيب عربيه جديده، اللامبو اللي انت عايزها، تهيص نفسك. ولا انت مش اقل من سافيتش؟ يلا انزل هات عربيه. الواد اغرى. شكرا يا عم جواندوزي، الف مبروك على العربيه. يبقى ركبني بقى جواندو، اول واحد يركب معاك حبيبي. اشوف شوف ازاي تلحق فريقك، ازاي تقدر تلم الشامبلي يعني. لما لا خلاص، جواندوزي مطلوب في العالم، لازم تهتم وتحتوي اللعيبه الناشئين بتاعتك. طيب تاني ماتش عندنا ضد بيرنلي، خلاص ماتشات يا جماعه بقول لكم، يعني تحصيل حاصل. هلاعب مين؟ عامل يعني ميكس كده لطيف، يعني نزلت لاكازيت وزاهو بيبي، معاهم اريكسون وسافيتش وتوريرا، لا يوجد اي خلاف، مع وشيلويل وسليبا وهولدنج ومونيه وهندرسون في حراسه المرمى، بندي له فرصه ايضا. لكن ممكن تصدق ألعب كمان جواندوزي بمناسبة التجديد؟ ممكن نلعب جواندو، انزل جواندو يلا. واحد سيموليشن في السريع يا جماعة، بيرنلي نكسبها، مش محتاج اتكلم، خسرانين اخر ثلاث ماتشات، عايز نتيجة حلوة. 1-0 معقول، 1-0 دقيقة 75 ماتش ضيق، دفاعات بيرنلي كانت مقفلة، لكن زها قدر ان هو يعمل الفرق ويجيب جون على ارضنا عشان نبقى الستريك مكملة، الستريك مكملة. ما هو كده الفرق الكبيرة لازم تكسب، حتى لو مش مهم الماتش. حبيبي يا عم مونيه، مونيه بيشكرني انه لعب. تعالوا نخش على ماتش استون فيلا اللي هنعمل فيه روتيشن كبير قوي، اللي هنوري كل الشباب بتوعنا، نديهم فرصة أخيرة على ارض بقى استون فيلا، ونقابل هناك المحمدي وعم تريزيجيه يشارك وكل اللعيبه الناشئين يشاركوا والبدلة. وتعالوا نشوف ايه اللي هيحصل في الماتش من ملعب الفيلا بارك. احييكم فارس عوض. شباب النهارده هتتفاجئوا بالتشكيله، شباب شباب. وطبعا عارفين ميخي ميخيتاريان وعم المحمدي واقفين ورا بعض اهو، داخلين لعيبه كلها خلي بالك خبره، دول خبره قديمه، دول شعوه قديمه. ادي الغازي لعيب خطير، ادي يوتا، وادي ماجين،
ماجين ولا بيقولوا عليه ويزلي. لا فرقه والله العظيم حلو، والله العظيم فرقه استون فيلا دي حلو. ادي مختاريان اهو يا عم اللي بنتريق عليه، عمل معانا اسيست في الموز في الماتش اللي فات وجايب 3 جوان في اخر 3 ماتشات اهو. بص اهو ادي مختاريان اهو كمان. ايه يا عم مخي انت جاي تفوق هنا في الدوري تاني؟ ماشي شايف، شايف الموريسيو ولا شايف شاكه الموريسيو ولا حرقوا لي التشكيل، حرقوا لي كل تشكيلتي، لكن برضه اوريها لكم. ادي تشكيله استون فيلا، جيد ستير المحمدي وانجلز وهاوس وتارجت ومخيتاريان وناكامبا وماجين ويوتا وويزلي والغازي تمام معاهم لانسبيري معاهم ماشي. ادي تشكيلتي بقى، بص على الشباب بقى، بص على الشباب بقى واستمتع بقى. هندرسون وتشامبرز باك رايت بنجربه في مكان جديد يا جماعه، اوبا مكانه عوده من الاصابه، وجواندوزي والنني وتيليمانز وتريزيجيه ونيلسون طبعا ومارتينيلي قدام، وورا احنا ما قلناش تيرني يعني وتومايوسو اللي هيلعب جنب اوبا مكانه. يلا بينا طبعا زمان الصحفيين والاعلام مقلوب، موريتسيو مشارك الشباب ومش همه وخلاص وبتاع ماشي. محمد يا جماعه بيتقدم كتير، محمد ملوش في الدفاع ها، اقفله بس على العرضيات. ادي مخيتاريان هو اخطر واحد مخي ها، اخطر واحد. اوبا اوبا ابش ماشي يا محمد اوعى بيرقص النني، هو ده اللي هتقدر عليه يعني. يا جماعه يا جماعه وبعدين تسالني النهارده ليه من كابتن جواندوزي، اقول لك ده الكابتن المستقبلي، عايز اديله ثقه، عايز اديله ثقه وعايز ابسط الراجل. يا جماعه داخل على 83 وهو كام سنه يعني، لسه ما جابش 19. ايوه اديله اديله يا راجل. بص نيلسون عدم الخبره يا جماعه، الشباب برضو بتفرق، الكوره بتزفلط في معلش يا نيلسون معلش. الواد نيلسون هايل قوي يا جماعه والله، داخل على 80 برضو وينج خطير، هايل الواد في مكانه ده، هايلة نني هايلة نني، عمال تغلط غلطات اظن لعبت سنة اهو كفاية قوي، كفاية سنة قوي في الارسنال تاني يا نني. اوبا اوبا قفل يا نهار ابيض، ايه الجون ده؟ ويزلي ومحمدي اللي رفعه. مش كده يعني، مش كده بس يا نني بس. هذه الاعاده شوف المجهود الرائع يوتس اللي رافعه حاجه تعرف يعني. ويزلي ده يا جماعه من هدافين الدوري، واحد من المهاجمين الرخمين قوي يعني. اوف سايد فكر يلا فكر. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم ايضا بوجود تسلل يفقد الاستحواذ. يا نيلسون اخلص يا راجل يا توميوس. وايه ده يا جماعه؟ ويزلي ده ايه؟ ويزلي ده هدف في الامان، هدف في الراحه، هدف في الثقه، فرق الهدفين في المباراه بالتاكيد. المباراه لم تنتهي حذر مطلوب، ما مش كده يعني، مش كده يا اخي. هدفين في غضون لحظات، اي دقائق مجنونه في هذه المباراه. الواد ويزلي ده عايزين نحطه على الليسته يا جماعه، جاب 14 جون، فكر اجيبه بديل لكازيت. مشاهدينا الكرام والنتيجه الان هدفين مقابل لا شيء. الكره تذهب من عند ارسنال. محمد النني العب بقى العب يا ويزلي، يا عم ويزلي جدع، جواندو جدع، روح جدع. كرة في مكان خطير يا مارتو، يا مارتو خلص. كرة مقطوعة بعد التمريرة السيئة. حلوة لا حلوة يا تريزي، حط بقى قدام استون فيلا بقى في هذه اللقطة. فرصة لكرة مرتدة يختين. تشيمبرز عامل فضايح برضه على اليمين.
اقفل اقفل اقفل. ايه ده ايه ده ايه ده؟ خطوره كبيره يمتلك فريق الكرات المرتده بهذه السرعه. الله على النهايه. فضيحه فضيحه. هدف يوسعون من خلال الفارق ويجعلون الامور اصعب على الخصم. في رايي زعلوني قوي والله والله زعل. ما تقول دول كسبانين اف اي كاب لوحدهم، دول كرباو وبتاع واصلين فاينل بالشباب دي، مالكم في ايه؟ تدخل يبعد الكره الى رامي تماس. كيف راح يتصرف فيها يا راجل بقى يا تيليمانز؟ لسه ما جيتش انت من ليستر يا نني. اعمل حاجه يا راجل بقى، اعمل حاجه يا جدع. مختريان وقت بدل ضايع دقيقتين فقط. تغيير للملعب بهذه التمريره. ما تخشي، انا مستنيكوا جوه. هنستهبل هنستهبل ولا يا جماعه في ايه؟ النهارده انا نازل اعمل نمره وبلاعب الشباب يتعمل عليا نمره؟ في ايه؟ ما بنلعبش ليه كورتنا العاديه؟ ايه القرف ده؟ اطلع نني عشان تبقى تغلط تاني. اطلع نيلسون، انزل يا بيبي هنا. اطلع شيمبرز، انزل يا بليرين. تقدم لي يا ابني كده وانت تقدم لي. مش عارف اقول لكم ايه بجد، مش عارف اقول لكم. بتندموني ان انا كنت هلاعب ناس منكم في الفاينل بتاع الاف اي كاب، لكن دلوقتي انا مش ضامن العب اي حد اي حد. ينطلق شوط المباراه الثاني وليبدو نظريا تحصيل حاصل، لكن ما في شيء مستحيل في كره القدم. العب بقى كوره على الاقل، العب. هيكتور بلارين، ماذا سيفعل الان؟ انور الغازي، ويسلي، بتروح اضغط الخصم. وديه كره بينيه خلف المدافعين. يا راجل يا راجل حط يا ويلوك. نستعرض على الشاشه مشاهد. يلا بيب يلا بيب. القادمه للصاحب الارض في الدوري الانجليزي الممتاز. فرصه هدف ولا. يا راجل يا راجل من الاول. تدخل مثالي في الوقت المناسب. اضغطوهم يا جماعه اضغطوهم. غيرت الكره اتجاهها، خدعت الجميع. يا سلام على التمريره. حط يا تيليمانز. يلا 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 ارجع 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 ارجع. هو ايه تيليمانز لعب في استون فيلا قبل كده ولا ايه؟ العودة موجودة، كل شيء وارد في هذه. احسن احسن يلا. النتيجة الان 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. تمركز الجيد الان يخضع من خلال الكرة. يا ولد يا ويلوك يا ولد، روح امرته. يا تريزي خلص بقى، انا عايزك تجيب جون النهارده. يستعيد الكرة بروح كبيرة. احسن يا تريزي احسن. ولا تيليمانز. يلا 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 اضغط اضغط. بس 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 هم مقفلين يا جماعه، هم مستسلمين خالص. العب صحة بيلو. ساكون معكم ان شاء الله في المباراه القادمه لنادي ارسنال. سيلعب ضد فريق تشيلسي في اللقاء القادم في اوعى. يا نهار الليل هندرسون. عدم خبرات كبير قوي، باين قوي قوي قوي. وبمكانه لسه ما رجعش للفورمه، الراجل لسه مصاب. كانت غلطه مني ان انا اشاركه، لكن خلاص معلش حصل خير. كل اللي سواه انه تابع الكره داخل المرمى. توما يوسف مقدم ماتش وحش، هندرسون ما شالش اي حاجه بصراحه. يعني جون ويزلي الثاني ده خلونا نتكلم بعد الماتش. العب يا تيرني يلا يلا يلا. العب 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 عادي، العب كوره تقلقش خلاص. الا خسرانين العب. فريق مستضيف، واضح المدرب اتخذ قراره. محمود تريزيجيه يتجه في عمق الملعب. يا ويلوك ويلوك، رجلك حلوه، يلا رجلك حلوه. شوف بقى ركنيه تنفذ في منتصف ال 18. يا تريزي بيخلص الخطوره ويتصدر التصويب الماضيه. عبر رامي تماس بيعدي
الثاني فيها بيفلت من الرقابة بشكل ممتاز. شوت يلا. لا بالشوت مستحيلة هذه اللقطة. حلو قوي لك ولك والله كويس. غيرت مسارها خدعت الجميع لمسة واحدة بعدت الكرة كان ممكن تسجل هدف في اللقطة. أحسن ولك أحسن ولك. يا عم ما يوصل فيه ايه بقى؟ الله من صفرة النهاية وانزع الفريق المتقدم مسيطر على مجريات هذه المباراة. وحشة قوي وحشة تاني بقى وحشة قوي لك. 8 دقائق تفصل عن نهاية اللقاء. يا لهوي يا توما يوسو يا لهوي يا اما ماتش مالك يابا مالك ما انت كنت كويس. احسن احسن. ممتاز في ايقاف التسديدة. تيريماس. حلوة قوي يا مارتينيلي حلوة قوي 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 خلص والنبي. خلص دي ليك انت ليك انت بجد سترايكر الواد خده واخده تك 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 على طول. يلا معلش 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 بصوا دي عنده الدريبلينج هايل. الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف وهدف الان فقط لمواساة هذه الجماهير. هدف ما راح يؤثر على مجريات هذا اللقاء في ظل هذا الفارق الكبير في النتيجه. الله على التدخل المثالي. شوف كيف خلص الكرة. نلعب الان في الدقيقة. يا نهار ابيض ايه الماتش ولع ولا ايه؟ الماتش ولع ولا ايه ولو؟ بشكل ممتاز الله على النظرة. اوه 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 ارجع 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 يلا 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 ارجع شوف الاعصاب يلا 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 واحد قد ياتي في اي لحظة في المباراة. يا نهار ابيض على الماتش اللي ولع ده. اللعب يتواصل مع ضربة البداية. بصوا كان زماننا متعادلين لولا التفاهة. خلص الماتش اكيد خلص خلاص. ايه هيجيبوا الخامس؟ لا 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 لا, لا امسك بقى. بصراحه تحيه كبيره للحكم مساعد على شجاعته على دقته في احتساب هذا التسلل لان الفارق كان يلعب شوف الاعاده هيصفر ومع ذلك صعب هيصفر. برافو حكم مساعد. اخر هجمه والنبي اخر هجمه اخر هجمه قايلين يا اولاد معلش 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 احسن. يلا معلش بنجرب شبابنا وعملوا غلطات وتعلموا منها لكن عودة بثلاث تجوان في الشوط الثاني ده شيء ايضا لطيف حاجة تحسب لهم يعني. اذا يأتي او تأتي اخر مباراة في البريمير ليج ضد تشيلسي. مباراة تحصيل حاصل تشيلسي. تعالوا اوريكم الجدول يا جماعة تعالوا اوريكم الجدول وتعالوا نشوف ما وضع الجدول المثير بالمرة. طيب سيتي بتتكلم في 98 نقطة. ليفربول بتلعب لاخر مباراه الدوري على انها تاخد من سيتي الدوري اللي هم ما يعرفوش تاخدوه 97 نقطه. توتنهام بعيد ثابته في المركز الثالث خلاص. ارسنال ثابته في المركز الرابع 84 نقطه. تشيلسي تيجي 65. يونايتد دخلت يوروبا 72 برضو احتلت المركز ده بدون اي تنازل. ممكن نيوكاسل تعملها معهم في اخر ماتش عامه يعني لو كسبت ويونايتد خسرت ايضا نيوكاسل تخطف المركز الخامس كمفاجاه البريمير ليج الموسم ده. وولفز الامان ايفرتون في الامان ويست هام في الامان. ليستر عامله موسم سيء. استون فيلا قلت لكم فريق جيد جدا عنده هولر مخليه في الامان. نورويتش ساوثهامبتون. لكن ننزل بقى هنا نشوف الفرق اللي هبطت. ليدز يونايتد ويست بروم واتفورد تاكد هبوطهم الى الموسم اللي بعده هينزلوا بقى الشامبيونشيب وهيجي لنا ثلاثه تانيين لطاف قوي. ماشي اتفقنا. نبص على الهدافين هتلاقوا بص يا جماعه الدوري مولع. هاري كين 28 جون بيلعب على الهداف لحد اخر ماتش. ماني ايضا وصلاح لا ماني بس ماني بيلعب على الهداف ايضا على جون واحد مع هاري كين. صلاح بعد على المنافسه مستحيل يحط يعني فرق الاجوان دي كلها. برونو فرنانديز 22 نقطه مع السيتي 22 جون انا اسف. لينجر دي حاجه غريبه قوي 20 جون يعني اقل من صلاح بجونين بس. لاكازيت ايضا كان مشارك في الصداره ب 19 جون زيه زي هولر. فانا بفكر جدا يا جماعه تسيبوا لي الكومنتات وهنتكلم في كل الانتقالات دي في اخر الحلقه. ركز معايا واستناني بعد ماتش الاف اي كاب او قبل ماتش الاف كاب يعني هقول لكم على الموضوع ده بعد ماتش تشيلسي لان هننهي الموسم اكيد بتاعنا في مباراه الاف اي كاب مع الاحتفالات او مع العياط خلينا نشوف. لكن هي دي تشكيلتي اللي انا هنزل بيها في اخر ماتش للبريمير ليج. طيب زي بروفا كده زي مناوشه سريعه عشان اشوف لعيبتي اللي هتلعب في الفاينل. طيب اوباميانج
كقائد الفريق عودة من الإصابة، لاكازيت وبيبي، إريكسن، ميلينكوفيتش، سافيتش، توريرا، تشيمبرز مين؟ لا تشيمبرز ده شلوه يا جماعة، هولدينج، أومتيتي، تشيلويل، ولينو. كويس إن احنا شوفناها معاكم عشان نسيل هذا الجرثومة وننزل بداله بالرين ولا ننزل بداله مونيه. مونيه ماشي، خلي مونيه يلعب النهاردة ونحط بداله. أوكي تمام، بالرين موجود ماشي. ادي الدكة بتاعتي برضو، ليكوا حظ انكم تشوفوها موجودين اهم. اوكي يلا بينا. والله العظيم يا عادل هتوحشوني، يعني لسه هنتقابل في الإيفي كاب، لكن هيبقى ليكوا وحش انت ورشا ومنال واحمد وشريف، يعني هتوحشوني. قولولي توريرا، طبعا توريرا النهارده هيشارك، بقول لكم بروفا النهارده مباراه اخيره عشان يكون توريرا موجود وينزل بقى ويشارك عشان الفاينل اللي هنلعبه قدام وولفز. حضرت ازاي للديربي في اخر يوم يا موريتسيو؟ احنا جاهزين بنحضر بقالنا فتره، السيزون بتاعنا ما انتهاش، بالنسبه لتشيلسي انتهى، ما بيلعبوش في اي بطوله، خلاص الماتش تحصيل حصل، فاحنا عايزين نكسب وعايزين نثبت نفسنا. كسبت تشيلسي على ارضك بفرق محترم، هتعمل ايه النهارده في الستامفورد بريدج؟ بنبص على فوز تاني عشان قلت لكم لسه الدوري ما انتهاش، لسه الاداء بنفكر فيه، كل حاجه مركزين فيها عشان الموسم لسه عندنا ماتشين فيه. شكرا لكم جدا. اذا اخر مباراه في الدوري تشيلسي ارسنال، حاجه جميله، تنتهي في الستانفورد بريدج، تنتهي الديربي، ايا كان نتيجته ايه مش مهمه، لكن فوز معنوي جميل. ادي مكاليلي اسطوره تشيلسي، ملعب ضيق، ملعب احب ملعب تشيلسي عامه، يعني برغم ان هو صغير ومش حلو قوي، لكن اجواءه بتفكرني بهايبري، بتفكرني بالملعب بتاع لندن القديم الصغير اللي جمهوره صوته مسموع جدا، قريب من الاجواء في الاستاد وبتاع، حاجه جميله. لامبارد بيعاني يعني، يعني انا احب لامبارد قوي، لكن هو فيفا بيعاني، يعني بشتري منه كتير، الراجل ما بيقولش لا، الراجل السابع يعني على الدوري، مش داخل يوروبا حتى، حالته بالبلد. تعالوا نشوف تشكيلة لامبارد عاملة ايه. رادو في حراسة المرمى، مين رادو ده يخرب بيتك؟ دامفرايز، زوما، مين دول؟ لوفت الشيك، باكايوكو، جورجينيو، تراوري، بيرتن تراوري، وموراتا وبيدرو. يا عيني يا ابني وميزاجا وفوزي غلام ورا، يعني ده فريق غير تشيلسي، يعني تحسه فريق ويست بروم. مين دول؟ مفيش غير فوزي غلام اللي عدل تقريبا وموراتا. ايه ده يا عيني يا عم لامبارد، شكل ابراهاموفيتش خلع من النادي. دي تشكيلتي طبعا شفتوها، خلينا نخش على الماتش على طول. يلا ده باكايوكو رجع، يا لهوي يا جدعان، وموراتا، ورجعوا الاعارات كلها، شكل النادي بيفلس في فيفا، يعني مش عارف ليه عاملينه كده الحقيقه، لكن دوسوا عليهم بقى يا جماعه، نكسب الديربي ده النهارده باذن الله بعد الخساره المزريه قدام نيوكاسل، ولا احنا خسرنا قدام مين؟ استون فيلا، انا اسف. ابعد، وديه اوبا، عودة اوباميانج تأتي بالاهداف، عودة اوباميانج تأتي في الديربي، فاست بلاي ضد لامبارد والسكواد ده هيفتح كده اصله. اوبا 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 اوبا، الراجل مصاب يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، بقاله 3 شهور، اول 3 دقايق 4 دقايق اهو، الاسترايكر سترايكر. بس يعني خلونا نتكلم بعد الماتش على اوباميانج وعلى بقى ايه صلاحيته. 15 جول في البريمير ليج يا جماعه، 15 جول عدى كده، لكازيت مش لكازيت كان 14 باين ماشي. هلا سافيتش يا ولد، يا لكازيت يا ولد، إريكسن فرصه هدف، مستحيل هدف، يلا اخوه ده، انت جبت له دعوه علي ماشي، قال لك اخوه عايز يحضر. ماشي يا عم، يا ابن اللعيبه لكازيت ويا ابن اللعيبه إريكسن، ان شاء الله نعمل فضيحه النهارده يا جماعه، عايز اعمل فضيحه في الستانفورد بريدج، فرصه مش هنلاقي اوحش من ده فريق تشيلسي بلعبه. إريكسن برده يا جماعه جايب 7 تجوان معانا، مش وحش يعني، مش موسم خيالي، لكن ان شاء الله تم تتويجه ببطوله الكاراباو، وهيتم تتويجه بالاف اي كاب باذن الله من الماتش الجاي، فبطولتين عمره ما خدهم مع توتنهام في السنين كلها، فلا موسم اكيد مبسوط بيه هو يعني. فوزي غلام، عم تراوري ده مفروض سريع جدا، لكن مفروض تشيلويل، بص اهو تشيلويل حطه في جيبه، صغير على تشيلويل. وديه
شكرا. بص بص الفاست بلاي، بص الفاست بلاي وهم يعني بيلعبوا على المرتدات يا راجل. مزيجا شالها، مزيجا. باكايوكو، باكايوكو ده يعني مش تعبان، ده ميت. لوفت الشيك، والله لوفت الشيك يا جماعه من اللعيبه الصغيره المحترمه. هايله هولدنج، هايله هولدنج. الله ولا او 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 جدع توريرا فاول الحكم ازاي يعني؟ ما هو قطع الكوره ازاي يعني يا اسطى؟ بسرعه 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 اسرع. تبص توريرا اللي كان اللي كان لسه ورا. بسم الله ما شاء الله يا ابني، بسم الله ما شاء الله. ضاعت الكره المرتده ومعها اصبح الاستحواذ للطرف الاخر. جدع امتيتي، ودي 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 ودي، خلص خلص يا راجل يا راجل يا بيبي. اريكسون بيعبى في منطقه الجزاء، ماذا سيفعل الان؟ اعتراض ممتاز من الدفاع يمنع الخطوره من مرماه. دفاع يتمركز في الخلف ويترك الفرصه للضغط. ها آه! انذار حكم، انذار دي تدخل خاطئ قد يخرج الحكم الكرت الاصفر الان. صح كده صح. واحدة اريكسون، واحدة اريكسون، اريكسون واحدة. بس بس الكرة، بس الكرة عدت اللقطة الماضية. هرابيات، بص نازلة فين؟ اش اش ربما ذلك جدع. يلا بيبي جدع، بيبي روح اخلص بقى. صح يا شلول قوي، صح اريكسون. والله يا ابني انت محترم وابن ناس. صامويل امتيتي، هايله سيرخي، هايله هايله. لا يقرها حكم المباراه فرصه الهجوم. مين يا جماعه ميزاجا ده؟ شكله عامه كويس، بيقطع كويس قوي يعني، لان سافيتش والناس دي كورهم المفروض ما بتتقطعش كده. اوباميانج يا كان ممكن اخلص اكتر، كان ممكن والله استغل الفرصه دي اكتر. بس معلش يلا 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 هايلين هايلين يا رجاله يا رجاله، ندوس عليهم اكتر والله. اطلع توريرا ريح للفاينل، انزل اجواندو هنا تمام. لاكازيت نريحه، ينزل زها مهاجم ماشي، وينزل بيبي هنا اوكي شغال. نريح برده لاكازيت للفاينل ويبقى معانا تغيير. يلا يا جماعه يلا يا جماعه ندوس. الفرقه واقعه، الفرقه واقعه ومش عايزه حاجه من الماتش، دوسوا عليهم. يلا انا اشرب شاي ولا اشرب رمان، ورونا بقى. ارسنال يبدا الشوط الثاني احسن احسن. هو ده يا ابن اللعيبه شلويل، يا ابن اللعيبه شلويل. بشكل جميل، مستحيل هذه، طمع فيها طمع فيها. شوف بعدت الكره، كم ممكن تسجل هدف في اللقطه الماضيه؟ الله 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 الله. اوه دي حتى في التدريب دي بتاعت علي زايد، ده الفكره ده علي زايد المجنون ده. بيدرو، فوزي غلام، هات هات غلام، هات غلام. ازه اوعى حلو. بص نفط الشيك بالكعب اداله حلو قوي ابن اللعيب. ماشي يلا يا اولاد يلا اسرع. اوباميانج يا عم بقى في ايه؟ ما تمشي الكرة يا جماعه. في الاخير من المباراه يبقى في هذه اللحظات متبقي فقط 30 دقيقه، يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. فوزي غلام احسن احسن احسن، روح. كريستيان اريكسن جول، هات جول، هات جول. جدع يلا جدع يلا، هي دي على طول يا جماعه اهي، تك 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 تك. عامل لهم زي جوارديولا ما احتفلش معاهم، اقول لهم على على حاجات تتعمل كده. واحد اثنين ثلاثه، واحد اثنين ثلاثه على طول. اطرافهم بيهاجموا وعام لامبرد عامل لي فيها شجيع السيما يتعاقب.
وميانج بصوا فلاح بوش رجله قال له مش هركنها لك حتى. جدع جدع قوي ب16 جون جدع. وحشني يا اوبا توحشني يعني امتى مش عارفين بس هيوحشني اوبا. وباش بيدرو يحافظ على كرته الفارو موراتا صح صح يا ولد يا ولد يا ولد. هات جول هات جول يا بيب هات جول. جميل الكره بيلعب كروبينيا في مكان سليم. واد وحش قوي واد وحش قوي ماسوندا. اوكي واحده وتيتي يلا 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 يلا. يا إريكسن يا إريكسن واحد في الثاني على طول. ادي عم لامبرد محتاس قال لك طب اطلع بيدرو وانزل ويليام بقى. يعني هو ويليام اللي هيعمل لك الفرق. ماشي يا عم لامبرد احسن. لعبوه لعبوه ودوخوه. إريكسن يا راجل يا راجل يا نهار ابيض عزك جدع. يلا مونيه يلا جدع يلا. الله الماني الالماني بيستلم زي ما انت شايف كده وبيباصي كده. الالمان الالمان ولاد الالمان. روح اوبا روح اجري. ما اروع عوده اوباميانج ما اروع عوده اوباميانج والله ما اروع عوده اوباميانج ما اروع عوده اوباميانج. هو ده على ارضه تايتل نازل بكره. موريتش السنه الجايه تخاف منه. الارسنال بقى يرعب. الارسنال بقى يكسب بره وجوه. يلا يلا انزل تشامبو انزل 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 يمكن تكون اللقاء الاخير ليك. ارسنال ارسنال ده هيحصل خناقات بنت كلب في لندن النهارده. لندن حمراء لندنكو حمراء تشيلسي. طب والله حلوه يا تشيمبرز والله ابن ناس يا تشيمبرز. وابتديت تاخد على لعب النظيف. العب يلا العب فضيحه ولا ايه يخطئ. لا يا جماعه ما يجيبوش جول ما يجيبوش جول ملوش لازمه ما يجيبوش جول ملوش لازمه. طب ليه 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 فتحنا كده ليه ليه سيبنا كل ده ولعبنا كده. بص مراته الاهبل بيعمل ايه وخسران اربعه. بص بيعمل لي كده. بص يا عبيط يهبل. ده يعني لعبها من ايه ده. لكن وضع الكره بكل ثقه من فوق حارس المرمى. بعد هذا الهدف النتيجه صارت 4-1. هدف ما راح يغير كثير لان النتيجه خلاص محسومه. واعتقد ان هدف فقط شرفي في هذه اللحظات. تمريره بعد الاخرى وفي كل مره اتقان شديد جدا. اقفل تدخل بشكل سكالينو طلع طلع. لم يعد في الحكايه المزيد. انتهى البريمير ليج عام 21 20. والله يا عم لامبر بقدرك جدا اقسم بالله بتفرج عليك من وقت صغير. هارد لك معلش السنه الجايه ان شاء الله تشامبيونز ليج السنه الجايه. حلقاتها تحلو ولا ايه يا لعيبه؟ حلقاتها تحلو ولا ايه؟ رجاله رجاله رجاله. اه حبيبي حوده قول قول يا حوده قول وسمعنا اسئلتك الجميله. اوبن مكانو اه طيب اوبن مكانو لسه احنا بقى المره اللي فاتت شاركته قدام استون فيلا لسه ملقلق. الراجل راجع من اصابه طبعا ربنا يعينه. الموضوع مش سهل خالص لكن انا مؤكد لك ان اوبن مكانو هيرجع السنه الجايه اقوى واقوى. ده المستقبل كله اوبا ده اوبا غير اوبا. توريرا توريرا عصب الفريق. اقول لك ايه على توريرا شفنا النهارده طلعته عشان ألعبه في الفاينل ويبقى ايه موجود بشكل كامل وحافظ على هذا اللاعب المهم جدا في نص ملعب ارسنال. اوباميانج ما احلى عوده اوباميانج النهارده كنت قاعد بغني له على الخط. اوباميانج رجع الراجل يعني مش عارف اقول لك ايه امبرسيف حاجه امبرسيف يا محمود. اوباميانج سترايكر على ابوه شقاوه قديم ده شقاوه قديمه ده
حبيبي حبيبي الحق علي بس عشان داخل وايه هيمشي انا هو وصل. اخر بقى مباراه في الموسم رسميا 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 وقد تكون تاني بطوله ليا مع ارسنال هذا العام وفي السنتين وتالت بطوله ليا على مدار الكارير مود فيفا 20. طيب 11 واحد اللي هنقيهم هم معروفين اوباميانج لاكازيت بيبي ثلاثي هجومي تحتهم اريكسن وتوريرا وميلينكوفيتش سافيتش تشيلويل اومتيتي اوباماكانو بليرين لينو. علي في موبايلك بعد اذنك احنا في محاضره الفاينل النهارده تتويج للموسم بتاعكم. انتوا النهارده قدرتوا تخشوا توب فور، انتوا النهارده قدرتوا تلعبوا كوره حلوه تكسبوا فرق كبيره جدا، كسبتوا ليفربول وتشيلسي ويونايتد وكسبتوا كل الناس. النهارده وولفز فريق مش حتى بتاع السنه اللي فاتت ولا اللي قبلها، عم نونو مش في احسن حالته، لكن في الفاينل الفرق كلها بتبقى على اخرها وشفنا ده وجربنا ده كتير. لعيبه خبرات، لعيبه شباب اوقفوا جنب بعض، ساندوا بعض، لما تلاقوا حد بينخ في الملعب على طول في ظهر بعضينا نلعب كورتنا عادي جدا نكسب. وافتكروا ان انتوا كسبتوا ليفربول بالشباب، كسبتوا فرق كبيره جدا بالناشئين، وكسبتوا احترام جميع انجلترا، فرق انجلترا خايفه منكم النهارده واللعيبه فرحانه بيكم جدا. لكن قبل ما اتكلم على الفاينل ونخش المؤتمر بفكركم يا لعيبه، بفكركم ان حان موعد الانتقالات. حان موعد ايه؟ الخلاص داخلين على الانتقالات بعد الاف اي كاب الحلقه الجايه ان شاء الله. وانتوا عارفين ان موسم الانتقالات بياخد معانا ثلاث حلقات، حلقه في الاول بتاعه الماتشات الودي اللي بنلعب فيها ثلاث ماتشات الودي ولو اتاهلنا، ثم بنلعب اول ماتشات انا اسف بتاخد مننا حلقتين او ثلاثه، وبعد كده بنلعب ماتشات شهر اللي هو بيبقى اول شهر ده بيبقى شهر 8 او شهر 9 فبنلعبه وبيبقى فيه ايضا انتقالات. سيبولي كل انتقالاتكم، سيبولي انتقالات واقعيه، لعيبه صغيره، وعايز يا جماعه لعيبه انجليز، عايز يعني بما ان انا في انجلترا وفي الدوري الانجليزي عايز اجمع لعيبه تليق على ارسنال، يعني انت شفت انتقالاتي، اجيب لعيبه ببلاش، اجيب تشيلويل، اجيب الواد سافيتش، لعيبه كده جامده لكن مش نجوم عالميين بالاسم وبتاع، مش امبابي يعني، وما تكتبليش بقى ماني يعني، ما تكتبليش حاجات مش واقعيه. سيبولي كل من كومنتاتكم من الحلقه الجايه هنبتدي، واهم من اللعيبه اللي انا هشتريها اللعيبه اللي انا هبيعها. هل نبيع اوباميانج خلاص؟ هل نبيع النني؟ هل نبيع حد من انت شايف كل تشكيلتي حافظهم صم؟ قول لي مين الناس اللي هتتباع، سيبولي رايكم في الكومنتات، وزي ما متعودين هبص على كل الكومنتات وهقراها في الحلقه الجايه. لكن سيبوني بقى عشان عندي نهائي كاس عايز اركز فيه، عايز اخد اخر بطوله، خش المؤتمر الصحفي ثم نتجه على الماتش باذن الله. اتفضل اديهم وش بقى المركز بقى. اوباماكانو، اوباماكانو انا عارف انكم ممكن تتسالوا النهارده هو ليه بيلعب. هو النهارده زي ما شفناه في الماتش اللي فات ما لعبش، لعب الماتش اللي قبله راجع من الاصابه، الراجل كان مهزوز، لكن النهارده انا بجذب بيه. النهارده هو كلمني وقال لي يا كوتش انا جاهز، اديني فرصه في الاف اي كاب، انا موسم كله انتهى بالنسبه لي، والراجل كان حزين جدا. النهارده نويت العب، النهارده قلت له انزل ابو مكانه هتكون قدها، وانا عارف ان هيشرفني الواد ده، الواد ده حلو قوي قوي قوي. وولفرهامبتون النهارده بيقول لي فريق اجريسيف، فريق يعرف يهاجمك، فريق يعرف يعورك، خايف منه ازاي، محضر له ازاي ماوريتسيو. احنا هنلعب زي ما بنلعب كل ماتش، اللعب السريع، اللعب المنظم، الكوره الحلوه، المزيكا الممتعه اللي دايما تسمعها وتقول هم دول ارسنال بتوع هنري وبتوع بيركامب والجيل ده، ثم ياتي جيل ماوريتسيو نفس الكلام. رايك ايه النهارده على وولفرهامبتون وازاي محضر؟ يعني تقريبا هو نفس السؤال، انتوا ما عندكوش اسئله، لكن بالحقيقه عايز اركز في الماتش، يعني اللعيبه محتاجه تركز في المباراه، تركز على وولفز اكتر، حضرنا لهم كويس، شفنا فيديوهاتهم، واكتر من كده ما عنديش، اوريكم في الملعب. شكرا، وان شاء الله تكون بطوله اخرى. ويمبلي 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 ملعبنا الرئيسي ده، اهلا بيك يا عم فارس، اهلا بيك في الفاينل، ارض الاحلام ارض ويمبلي، ملعب الفاينلات، الكاس متلون بالاميريتس اللي هي بتاعتنا وباللون الاحمر اللي هو بتاعنا، يعني كل حاجه بتقول ان الكاس ده يخصنا.
ادي طريق وولفز، طلعوا برايتون، طلعوا ميدلزبرو، طلعوا تشيلسي، ولامبارد خرجوا من السيمي فاينل، عشان تبقى فضيحه ايضا لموسم لامبارد الكارثي يعني، كان الراجل وصل فاينل على الاقل، لكن وولفز قدرت تطلعه. وباميانج جاب جونين في اخر ماتش قدام تشيلسي، كلنا شفناهم في الحلقه يعني. سخنان سخنان يا اوبا، النهارده هترفع باذن الله تاني كاس بقى باذن الله اوبا الكابيتانو بتاعنا. اتكلمت كتير بصراحه، اتكلمت كتير وقلت لهم كل حاجه. فريق صعب، بصوا بصوا، بولي وسايس ودوهرتي وباتريشيو، فرقه تقيله. دندونكر، جيبس وايت، ستينجز، راؤول خيمينيز، دييجو جوتا او يوتا. ماشي ماشي، يلا بينا يلا بينا. بسم الله بسم الله بسم الله، نركز يا ولاد، نلعب على السرعه على طول. ها يلا، حلوه قوي، حلوه يا لبيبي. كبير من كافه الانديه بالتتويج بهذا اللقب على الخصم المنافس واللدود راح. لا لا لا، جول 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 جول. البدايه دي، البدايه دي، اوباميانج مش عايز امشيك يا ابني والله. طب هنعمل ايه علي في الموضوع ده؟ الراجل عمال فتح اجوان ايه موت. ايوه يا رجاله، بشماله دريش دريش سجن. سماش عليها. يلا ولاد، يلا ولاد، نهدى نهدى، خدنا جول اهو، خدنا جول، نهدى بقى نلعب بالراحة على الرايق. احسن احسن اف حلو قوي، حلو قوي، علموهم الكوره. بوم، هي دي هي دي هي دي. فخلي بالكوا احنا تعادلنا مع وولفز اخر ماتش، لازم نضمن الجون عشان هم فجاه بيجيبوا لك جون. فجاه راؤول ده ممكن يعاقبك، ممكن تلاقي أدامة تراولي نازل لك، ما تعرفش ما تعرفش ممكن يحصل لك ايه. ارجع 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 مع الواد ستينجز ده. هايل هايل، اقفل هايل اوبا. تدخل في توقيت مثالي لابعاد الخطر، فرصه لكره مرتده سريعه. حلوه لك حلوه لك حلوه لك، تاني تاني تاني، معلش. هايلين، هايل اوبا مكانه. بص 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 الثقه، بص لما تدي لعيبك ثقتك، بص عايز يروح يجيب جون اهو. خلصها خلصها بقى يا راجل من الاول يا راجل. اوف، خلصنا بقى البطوله دي، مش عايز الموضوع يقلب علينا. بص بص بص، هجماتهم مرتده بنت لذينه. راجع راجع، طب راجع راجع. روح اريكس خلص. ثلاث كور كنا ممكن نخلصهم والله. بوم، اوب، واحدة سافيتش. اه ضغطين فشخ. ركلية في المنتصف يبعدها من مناطق الخطر، يضرب الكرة بالراس ولكن يرمي التماس. نيكولاس بيبي، اوف ايه الشوط ده؟ يا باتريشيو في ايه؟ ما تسيبه واحدة. تسويبة جيدة من مسافة بعيدة، تصدي اروع لحارس المرمى، تسديدة صاروخية قوية من بعيد، لكن الحارس يقوم بردة فعل
بصوا يا جماعه، بصوا الاستحواذ بتاعنا، احنا واقفين في نص ملعبنا، لا يوجد اي ضغط من وولفز حتى الوقت، احنا اللي ماسكين الشوط الاول تماما تماما. هو ده فريق البطولات. العب، خلصنا باب الجول الثاني بقى، خلص يا راجل. خليكي، لا يا الله، العب على طول. لا شلو. صح، امن صح كده، جدع. يلا إيري. هايلة سافيتش. تعرف تديله تاني؟ خلص بقى. يا الله. الآن 1-0 دي مقلقة جدا، 1-0 دي مقلقة جدا. حلوة يا عم بيلو، ركز. أعصابي باظت، بس يلا ضغطين عاملين اللي علينا. يا جماعة وولفرهامبتون ما عملوش كورة علينا. ريو باتريشيو زمانهم بيعملوا له تمثال دلوقتي. خلصوا، أبوس إيديكوا، الكاس ده بدري، خلينا ناخد الكاس ونجري. لاكازيت خلص، اوباميانج خلص، اللي تجيله فرصه يا جماعه بلاش دلع، مش عشان الماتش معانا نشوط كتير عايز استحواذ، عايز كور فاست بلاي نخلص على المرمى على طول، عايز حد كلينيكال. يا جماعه فين يا لاكازيت؟ يلا والنبي يا جماعه ريحونا، خلونا نحتفل، خلونا نقفل الموسم بمزاج رايق. تمام يلا. بص يا جماعه الفريق متكتل ورا، بيلعبوا على الهجمه المرتده اللي لها يعني منهيه، يعني حاجه مش كده يا عم لولو، فيه ايه؟ بص بيلعبوا على، بص على على دي، هي دي اللي بيلعبوا عليها عشان يرفع لخيمينيز. ها معرفش يرفع حد، انزل يا مارتينيلي. يلا معلش انا كسبت، مش يومك ده يخلص، مارتينيلي ياخد فرصته يا جماعه. هايلة بيلو، قافلين 100 اثبتوا على ده. يلا مارتو اثبت للعالم ان انا صح. سافيتش تعمل ايه يا ابن اللعيبة؟ خلصها، كنت مفروض تباصي بس كويس. تاني كاس. بص انطلاقته الوحش ده، بص ثبت اللعيبه، قال لهم هباصي وقام رطشها بقى الباتريشيو، قال له ايه، عرفتنا. هاي لشيل ويل، هاي احسن. يا ولد يواه. ماشي ارجع. لعبتنا فايقه بسم الله ما شاء الله. حلوه يا مارتينيلي، حلوه. انزل يا مونيه، خد فرصتك. يلا ارسنال يجري التبديل في هذه اللحظات، التغيير سيكون بخروج هايل يا بيلو. سيدخل مكانه توماس مونيه، الظهير البلجيكي المميز صاحب الامكانيات والقدرات في الاحياء. اوه بسم الله ما شاء الله على سافيتش وعلى انطلاقاته. بوم يا سافيتش. ماشي معلش
المباراة تدخل في العشر دقائق الأخيرة. أرسنال يفقد الكرة الآن. هاي لبيبي هاي، نبقى عامل اخر تغيير يا جماعه، نعمل اخر تغيير. طبعا انت عرفت مين هو اخر تغيير. ماي سان، ماي سان. ما قدرش في فاينل ما لعبش جواندو حتى ياخد شرف للفاينل. ابني هي واسطه بقى. اوبا ميكانو، كريستيان إريكسن. يا راي يا راي، ادي يا ولد على الكعوب، على الكعوب والحاجات الرايقه بقى لما تروقوا يا ارسنال علينا، لما تروق يا موريتسيو علينا وتعزف لنا المزيكا. انا عايز ترى الدقايق دول يا جماعه ما يلمسوش فيهم كوره، مش عايزهم يلمسوا كوره. الله الله، كعوب وكعوب واد، يلا يلا، واحد والثانيه والهوبا واللالا والقتة والديني اهو اهي. دي مش كوره، دي مزيكا، دي مش كوره، دي حلويات. اهي 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 يا راجل يا راجل يا راجل، جيت على اخر ثانيه. ايوه يا رجاله، تعالى تعالى جواندو في حضن ابوك. نمبر 2 نمبر 2 نمبر 2 اهو السنه دي، لسه البطولات جايه. عد يا لعيبه، عد معايا. تشامبيونشيب في كاراباو في اف ايه السنه الجايه باذن الله، باذن الله. يا دوري يا تشامبيونز، مش قوي كده؟ ماشي، قول قول سمعتك، قول سمعك. اتفرج على الكاس، اتفرج على الابطال. بقينا يا جماعه والله العظيم فرقه من اخطر فرق العالم اللي بتلعب على السرعات. بقينا فرقه فيها لعيبه تقيله قوي، دفاع حكيم وبمكان وبتاع، وبتدي ارفع اوبا. او 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 ارفع يا اوباميانج، ارفع يا كابيتانو، ارفع يا كابيتانو، ارفع. نزلوا لنا يا جماعه الاحتفالات دي، وبنعمل ريتويت، وبنعمل على طول على الانستجرام ستوري احتفالات تبقى في كل حته، في ارزع والعب وبتاع افلام، خدش احتفلوا معاه بالاف اي كاب، اكتبوا له في الكومنتات اوسكار ايه وبتاع ايه. اسماوريتسيو كسب يا اخي البطوله يا اخي. لسه السنه الجايه قادمون، قادمون السنه الجايه يا رجاله. اظن تاني موسم، سيبوني رايكم يا جماعه، شايفين الموسم مرضي قد ايه؟ تاني سنه مع موريتسيو في الارسنال نحقق لقبين ما جوش من ايام عم ارسن فينجر بالكاس، والكاراباو كاب ده ما جاش خالص تقريبا اول مره في التاريخ يعني. فحاجه جميله، انا مبسوط باللعيبه، دخلنا كمان توب فور تشامبيونز ليج. انتظروا موسم جاي يا جماعه هيبقى عملاق، انتظروا موسم جاي في حاجات كتير، في انتقالات، في تشامبيونز، في بطولات باذن الله، في حلقات اكتر، في حلويات. يعني ما عنديش كلام اقوله، انت اكتب لي بقى رايك وقول لي عايز تعمل ايه السنه الجايه، واشوفكم على خير. مش بعيد يعني، الثلاث الجاي يعني او الاربع الجاي على حسب، وكفايه لعب قوي لحد كده.